السيدة عايدة بيبسا. هذا اليوم يمكن كان من أسود أيام عمري. الإنسان يتعرض إلى إهانات، يتعرض إلى مشاكل، ولكن هذا اليوم أثر فيا جدا ولا يمكن أن ننساه، مستحيل. طبعا الناس عاتبتني أني بكيت، لا أبكيت على أبويا وما عنديش أعز من أبويا أبكي عليه، نظرا لإهانة تعملت لأبويا. يعني مانيش فاهمة وشنو هو قصدها. حصلت في دار الأوبرا، انا كنت مريضه، كنت بدرستي، عيطوا لي قالوا لي شوفي كاين الشباب هذوك تاع صوتك ما عرفش ايه، صوتك حكايه، صوتك حكايه. قلت لهم لا غير نروح نساندهم، راني مريضه مين نروح. رحت ولبست وسي بون شو بارتي تري بيان تو. ومن بعد وصلت بون، داروا ملحمه رائعه، يافي هذوك الشو تاع، وبداو هاد الفن، هاد الاغنيه كتبها فلان وتغنى بها فلان ويغني بها الشاب، ومن بعد يديروا الصوره تاع المطرب الى ان جت ملحمه حيزيه، داروا ان تخي بوشو بصوت بابا، بابا اللي غنى ماشي لي جون، بابا غنى الاول الدخله، ومن بعد كل شاب كان يقول مقطع، كي كمل حطوا بنقيطون، سويت بنقيطون وهذا ما كان. شكون مسؤول عن هذه الاهانه، اسقاط اسم عبد شوف الحميد؟ انا احمل، ما نعرفش شكون المسؤول، ولكن انا شخصيا احمل المسؤوليه اللي دار الاوبرا ورئيس لجنة التحكيم. وعلاش؟ نفترض ان هما نساو، نسيتوا عبد الحميد عبد الصب، نسيتوا ولادو، نسيتوا هذه العائله الفنيه، نسيتوا واش رانا نديروا، نسيتوا تواجد بنته في المكان نفسه. انا طبعا نهرت، نهرت وما رانيش ندمانه.